multiple vehicles in one. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هكذا كما نشاهد لأول مرة منذ 90 سنة عاصفة ثلجية رهيبة تجتاح الولايات المتحدة وتجلب أبرد عيد ميلاد منذ عقود، أدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، فيما طلبت السلطات من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، ويتم فرض قطع الكهرباء في ولاية تينيسي، ولم تستطع شركة توزيع الطاقة الكهربائية تلبية الحد الأدنى من متطلبات احتياط الطوارئ. ويعاني حوالي 250 ألف من الانقطاع حاليا، وقرابة 500 ألف في كارولينا الشمالية، ويواجه أكثر من 90 مليون شخص هذا الطقس السيء عبر 37 ولاية، حيث من المتوقع أن يصل ضغطها إلى ما يعادل إعصارا من الفئة الثالثة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، وأكثر من 58 درجة تحت الصفر ممكنة بحلول نهاية هذا الأسبوع في بعض أجزاء من البلاد. وتم إلغاء مئات الرحلات من دينفر وشيكاغو، ومن المتوقع أن تواجه دينفر وطأة البرد لتصل درجات الحرارة إلى أكثر من 29 تحت الصفر. وجاء في تحذير من أن قشعريرة الرياح بهذه الدرجة يمكن أن تتسبب بعض صقيع في أقل من 5 دقائق إن لم تتخذ الاحتياطات، مع انخفاض حرارة الجسم تتعرض للموت بسبب التعرض الطويل للبرد، حيث بلغت سرعة هبوب الرياح سرعتها إلى 80 كيلو متر في الساعة، وأن تنخفض درجات حرارة الرياح الباردة إلى أدنى مستوياتها التي تهدد الحياة. ويتوقع أن يتراوح ارتفاع السلوك بين بوصتين وست بوصات من الثلج المتراكم. وفقا لخدمة الأرصاد الجوية وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 70% من سكان الولايات المتحدة.